حصة التقويم أقوم تعلماتي. التمرين الأول، أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارات الآتية: أحمي نفسي من مرض فيروس كورونا المستجد بي. غسل أسناني كل يوم. تجنب الأماكن المزدحمة. غسل يدي جيدا بالماء والصابون. وضع الكمامة الواقية. إذا نجيب بخطأ أو صحيح أمام كل عبارة. نيميرو 2، لي سيمبتوم دو لا مالادي دو كوفيد 19 سون: مو دو تيت، دولور دونتير، تو، اترنيومون، فيفر. كيل لانترو دون سيت ليست؟ كيل لانترو دون سيت ليست؟ لانترو اذا كما كنعرفوا هي يعني الكلمه الداخله. Alors, les symptômes de la maladie de COVID-19 sont maux de tête, douleur dentaire, toux, éternuement, rotasse, fièvre, huma. Alors, quel est l'intrus dans cette liste? تمرين توليفي تعتبر البيئة الطبيعية ضرورية لسلامة الإنسان والتمتع بحقوقه، لكنها تتعرض لكثير من الملوثات، منها على سبيل المثال تلوث المياه بمخلفات المصانع، تلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات، تلوث التربة التي تنمو عليها النباتات وبالتالي يصل التلوث إلى الإنسان والحيوانات التي تتغذى على هذه النباتات. ألف، أستخرج من النص مصدر تلوث المياه ثم تلوث الهواء انطلاقا من النص طبعا. ب، كيف ينتقل تلوث التربة إلى الإنسان والحيوانات؟ تقويم تملك النهج التقصي: بعد عودته من العمل أحس والد موسى بعياء شديد وبدأ يسعل بشدة، كما أحس بضيق في التنفس، فأشارت عليه أم موسى بضرورة الاتصال بالمصالح الطبية للاستفسار عن حالته. ألف، أقترح فرضيتين حول مرض والد موسى. باء، كيف يمكن التأكد من الفرضية الصحيحة؟ إذا هذه التمارين ديال حصة التقويم بالنسبة للأسبوع السادس، أقوي متعلماتي وتمرين توليفي، والثالث تقويم تملك نهج التقصي. إذا نجاوبوا على هذه الصفحة هذه كاملة، فكروا مزيان قبل ما نجاوبوا، ونجاوب خط يكون يعني واضح ومقروء. والسلام عليكم ورحمة الله.